متحف الأسلاف، بيت صغير حولته سيدة مسيحية في بلدة بغداد إلى متحف تراثي، جعلت من هذه الهواية مشروعاً للحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية للمنطقة، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها. يعني طبعا غير من تشوف اكو هواية زيارة من يجوني هواية يعني يفرحون من يشوفون هذا يقولوا لي اسا عايشتينا يعني عبالك احنا عايشين بهاي الاشياء القديمة يعني احنا عايشين بها. غادة ترفض الهجرة من العراق رغم أن جميع أفراد عائلتها قد غادروا البلاد، وتمسكها بهويتها العراقية جعل هذه الأشياء بمثابة عائلة لها، تحاول من خلالها إيصال رسائل تعتقد أنها مهمة، وأن من الواجب على من بقي في المنطقة أن يحافظ على ما تبقى من إرثها التراثي. يعني ليش ما غادرت العراق مثل أولادك وبقيتي أنت الوحيدة هنا؟ يعني أنا كل شيء ولا تقول لي غادر العراق وكلهم ولدي يعرفون أقول لهم أنا عراقية وأبقى عراقية وجذور عراقية ما أعرف البلد ما تقدرين على عيشة الغربة؟ أبد. يحتوي المكان على مئات القطع التراثية، منها أزياء وأخرى حاجيات كانت تستخدم في الحياة اليومية مثل الميزان والجرار وأدوات الزراعة. بقيت هذه السيدة تجمع بها لسنوات وصنعت منها متحفاً يحاكي تاريخ هذه البلدة. الأشياء الباب الخشب الشباك القديم البستوقة القديمة الرحة الجاروشة يعني كل شيء الجدر القديم الصوبة القديمة الميزان القديم كل شيء. مئات العوائل المسيحية هاجرت بعد أحداث عام 2014، ومن بقي هنا يعيش وسط العديد من التحديات، إلا أن غادة واجهت كل شيء وصنعت من ألم المصاعب أملاً لها ولهذه البلدة الصغيرة. من قضاء الحمدانية، محمود الجماس، قناة التغيير.